السلام عليكم ورحمة الله. فأمن الدار البيضاء كشف حقيقة قصة فتاة الليل اللي ولدات 7 دراري كل واحد من أب. أفادت ولاية أمن الدار البيضاء بأنها تفاعلت بجدية كبيرة مع المعطيات الواردة في مقطع فيديو تحت عنوان حياة الليل مع سميرة الداودي. قصة فتاة الليل هاد الفتاة اللي جميلة واللي ولدات 7 دراري كل واحد من اب مختلف. الفتاة للاسم ديالها الحسنية بانت في برنامج شوف تي في. واكد البيان ان فرقة الشرطة القضائية بمنطقة امن عين سبع الحي المحمدي فتحت بحثا قضائيا تحت اشراف النيابة العامة المختصة على خلفية هذه القضية والذي اسفر عن ضبط السيدة التي تظهر في الشريط المرجعي البالغة من العمر 31 سنة، علاوة على توقيف شخصين آخرين يبلغان من العمر 33 و42 سنة، وذلك للشباب في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وفي تسخير كوخ عشوائي بمنطقة مهجورة لممارسة الدعارة. وأشار ذات المصدر إلى أنه تم إيداع المشتبهين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما سمعتم مشاهدينا الكرام، فالسيدة راها في السجن وحياتها من أساس كانت عذاب ومازال عذاب، والضحية هم أولادها 7 وبصراحة شهروا بها من أجل كسب المال على حساب تشهير بها، وهي كتقضي عقوبتها في السجن. فبصراحة هاد البنت هادي ما ترحمتش لا في صغرها ولا دابا ما رحموهاش والديها، زوجها مازال قاصر، تعذبات بزاف والآن هي مازال كتعذب. كما قلت لكم الضحايا هما دوك الوليدات الصغار، فمسكينة بحال كنقولوا بالدارجة ديالنا بيعوها العجل. هاد البنت مسكينة طلعت وصرحات بداك الشيء اللي عانات والمعاناة، صرحات بكل جرأة بكل يعني ما خبات والو، وللأسف المصير ديالها كان هو السجن والمحاسبة والمعاقبة. بحال هاد النوع هذا خصنا نوقفوا معاه، خصنا يعني نلقاو لهم حل باش يعيشوا حياة أفضل، ماشي أننا نزيدوا عليهم ونزيدوهم عذاب على عذاب. فالله يدير لها شي تاويل الخير. كنتمنى أن شي يعني شي محسنين شي وحدين اللي يقدروا أنهم يديروا لها محامي، أنهم يستطيعوا أنهم يوقفوا معاها يشوفوا من حالها ويفكوها من هذا المشكل اللي طاحت فيه، لأن البنت مسكينة ما قصدات والو، طلعت فقط صرحات بالحقيقة والمأساة اللي عاشها، في الاخير كنلقاوها مرميه في السجن للاسف. ناس قلال يصيفطوا لي بركات قليله ويعيطوا لي ناس ويقول لك ورينا راسك وعاد نصيفطوا لك متعينا ونمتعوك. واحد قص الناس من بعد ما قلتي لهم محتاجه درت فيديوهات. واحد سيد قسما بالله وراني بارطما خاويه وقال لي هذه راه بارطما ديالك غنكتبوها لك في سميتك، وفرحت وبديت كنبكي وعيطت لدارنا كنفرحت لا ماما شراو لي بارطما وفرحت، قلت لها غنتجمع انا وليداتي وكنبكي وانا فرحانه حيت شرات لي بارطما، وعيط لي بالليل ويصوني لي ابل فيديو وانا نقطع لك خويا علاش كتصوني لي ابل فيديو، قال لي ومتعيني باش تمتعي حتى انت. يلاه يا ما بقات لا بارطما لا والو، ولات بارطما في الوهم. هذا من الناس اللي محسن وباغي يساعدك. اللي باغي يساعدك ما كان شوفي يكذب عليك كذاب يقول لك كاين المحسنين، الشيء اللي كيعيطوا لك كيبغيو يعاونوا هما كاينين، ولكن كاينين واحد النسبه اللي قليله، كاينين واحد الناس اللي كيعاونوك واحد النسبه قليله ولكن ما كيعاونوكش ديما، كيعاونوك مره جوج مرات ثلاثه المرات صافي.